سالم القلب على عرش البساطة لأحمدي البهذا هذا مربى محبتنا ومبدها ومرتها فيك أبيك تمدينا كسيفة لفريق المشاهدين المحبة الحقة للحب لك صها أنا محتاج لك حاجة قلوعي لتنسيك مشاهد عسى نسمك وعلى طريق تنقد البشاير اوه لا والله اوه خلاص خلاص يا رجال والله والله تخليها ما في نقاط ما في ما في نقاط والله ما في نقاط والله تخليها والله يا اخوان شوف التواضع يا اخوان صاحب المليون هو اللي يصب القهوه بنفسه فعلي ما ادري كسب اعطوني مليون معتقل عياضي قابلته البارح قبل ان ندخل هواء قال وين الجماعه قلت برنامج كاريزما خلص قال من اللي خذ الاول قلت سلطان بن ثقل قال الرجال اللي قهوينا قلت الله الله قال عز الله انه يستاهل بدون بصوره اخويا طول عمره طيب راسه نفسه بس نبدأ واحد عبد الواحد العريج اول شيء الله يحييك تحايا المطر في محلك وفي مكانك لا انت ولا عبد الله بن سالم الله يطول عمرك ويبقيك قبل لا نسولف قبل لا نضحك ونستانس لازم نسمع منكم اول شيء مبروك المركز الثاني الله يبارك فيك وعز الله قدمت وشرفت لا انت ولا الربع جميع المساحه لك وبعدها لابو سالم مباشره حتى ما يحتاج اقول عندك ابو سالم من بعدها انطلق الله يمسيكم بالخير ويوفقنا وياكم لكل علم طيب يا مرحبا ومسهلا ونسأل الله في هذه الساعة كما جمعنا في هذا المكان وتفرقنا انه يجمعنا وياكم في جناته اللهم في دار خلد حنا في دار فناء وتجمعنا في هذا المكان وجملنا الله فضله وتوفيق حنا ما قلنا كلام من عندنا هذا شيء حصلنا عليه توفيق من الله ثم بالشيء اللي شفناه من الجمهور ومن الناس اللي يحبوننا ويقدروننا. أما من جهة القصيد يقول كل مقبل ظلام الليل واشعف جديله آخذ من القصيد اللي يبدد ظلامي وان عصى شارد أفكاري وضيع دليله قمت للقاف قومت مستميت إعصامي وان عصى شارد افكاري وضيع دليله قمت للقاف قومت مستميت عصامي والكفو لو تصدد ولا بليت والكفو لو تصدد من خصاصه وعيله ما تباطل ما صار الرمي شبه حامي يعشق الطيب عشقه للمهاره الاصيله واندعي راح كان يروح موعد غرامي وانا من دون ربعي ما كسبت الفضيلة بخدمهم بفعلي قبل مبدي كلامي واللفاني الرفيق اللي ظروفه محيلة والله إن والله إن أجعل اسمه من كبار الأسامي كل ما شفت نفسي خادم للقبيلة قدموني على قراني وعلوا مقام طيب يا طيب الله لسانك صح الله أبدامكم المعدلة الأصوات لليومين والله العظيم من هرائح تنبيح نشهد تقلب علينا الجو كلنا تحبنا سلطان ثقل أبو سالم مسلم أول شيء الله يمسيكم بالخير سعيد بتواجدي معكم يا مرحبا كذلك أبارك الأستاذ أخونا الكبير ناصر الغامدي نجاح نسخة كاريزما 2 كذلك أبارك لإخواني المتوجين وأقول عسى ربي يوفقكم ويبارك لكم كذلك أبارك لإخواني جميعا حتى اللي ما توج النجاح والوصول هذا العظيم نعم الشيء الثاني والله ودنا نسمعكم لكن حرف الباء صار ميم وهذا العكس بس كوم لكن بنحاول عاد تعذرونا ما يجي منك الا الزين يا مسام مرحبا يا هوا بالي وغاية مراده عدم الشوق لك بالروح كفى ووفى والله صوتك الطيب حياته سعاده
ردت الروح في قلبي عقب ما توفى. سلامتكم. صح الله لسانك ابو سالم. صح بدنك. صح الله لسانك. طيب خلونا نذكر يا جماعه الخير اول شيء نذكركم بوسم الليله القمه اثنين، شاركونا في القمه اثنين سؤال لاحد الشباب الموجودين او مقترح كذلك برنامج الشتوي الجاي او اي شيء في بالك ممكن تتكلم عنه. طيب بنقرا كذا تغريده يا الربع بس وبعدها اللي يبي ترى هي ما هي باداره حوار رسميه عبد الواحد ابو سالم ترى الدعوه ريالتي مره. طيب خلينا نشوف هنا. اقسم بالله اني اشتقت. طيب كلنا والله ايه. طيب